نعود إلى ضيفنا في الأستوديو السيد نجيب جلول وزير التربية. بداية، ما هو تعليقكم على الشهادات سواء من التلاميذ أو من الأولياء وحتى من الأساتذة حول الدروس الخصوصية؟ شوف، الدروس الخصوصية ظاهرة أصبحت مرضية. أنا ما أقولش إلغاء الدروس الخصوصية، أنا أقول تقنين العملية. طيب، من إجراءات في هذا الخصوص؟ أنا أقول لك قاعدين ندرسوا في المسألة، لأن فما مسألة مدارس مكتظة، مدارس غير مكتظة، تم اضطراب. احنا عندنا مشروع لإصلاح المنظومة، نقول مشروع وطني. شو نقول؟ نقول المدرسة دورها أنها تعطي نفس الفرص، نفس الفرص لكل التلاميذ. يلزم المدرسة تعود إلى دورها الطبيعي كمصعد اجتماعي. يعني مش معقول على ابن الفقير اليوم ما يمشيش الى الفليار ديكسيلانس، مش للطب، مش للهندسه. يلزم المدرسه تلعب الدور. لو نقنوا العمليه ونعطيو تكافل الفرص ونلقاو فما برشا سياق قاعدين نفكروا فيها، ترجع المدرسه الى دورها الطبيعي. مش ممكن، لان التربيه هو حق، التعليم هو حق دستوري، مش ممكن معناها ياخذوها عباد ما ياخذوش عباد، سينو ما عاش في نظام جمهوري يكون في نظام اقطاعي. نعم، اعود الى تقرير بالنسبه للعنف. شوف، احنا عندنا قانون مقدم للبرلمان وهو تجريم اذا الاعتداء على المستر، واليوم ظاهره العنف اذا حول المدارس والعنف المستهدف تستهدف التلميذ وتستهدف المدرس. يعني فما معناها اليوم اصبح غير ممكن باش والعنف داخل المؤسسه التربويه وخارج داخل المؤسسه التربويه. هناك مطالبات بايجاد دوريات امنيه امام المدارس والمعاهد. احنا تقريبا مع اتفاق مع السيد وزير الداخليه تشوفوهم دوريات مكثفه حول في فتره ذروة، يعني يخرجوا ويرجعوا، دوريات مكثفة أمنية، هذا مش نبداو به. عندنا مشروع الحراسة، تكثيف الحراسة، أما نعتبر أن إذا قرار مستعجل ستود أورجانس اليوم حماية المؤسسة التربوية لأنها أصبحت مستهدفة. المربي كان نكون أنا مشروعي أنا أقول هو إعادة الأمل للمربي. نعم، إسبوار لأن الأمل، وأقل حاجة وهو أن يعمل المربي. نعم، ويدرس التلميذ. نعم، في ظروف أمنية وله استقرار وراحة. طيب، نفسانية. نعم، في أكثر من مناسبة في نشراتنا الإخبارية قدمنا تقارير مصورة تخص البنية التحتية الرثة لعدد من المدارس والمؤسسات التربوية في الأرياف. هذه المدارس تفتقر حتى إلى الماء الصالح للشراب، ما أثار يعني حفيظة عدد من الأولياء في هذه المدارس، خاصة وأن هناك مدارس مثل أرجاب ظهر فيها مرض الالتهاب الكبدي على ما أعتقد. نعم، صحيح. هو مسألة إذا الأمراض المعدية هي انتشرت، يعني هل من إجراءات في هذا الخصوص وإجراءات عاجلة سيدي الوزير؟ احنا قمنا بجرد، و السادة بدوم الجوي قمنا بجرد كامل للتجهيزات، وهنالك اون اورجونس في اصلاح التجهيزات. هناك تجهيزات متداعيه، هناك ظروف دراسه خاصه في المناطق الريفيه والفقيره اصبحت غير انسانيه. عندنا اون اورجونس وهو اذا التجهيزات، وعندنا اورجونس وهي المرافق الصحيه داخل المدارس. مي لنا برنامج طموح، ما نقولش باش نزوي، اما احنا نقوم بجرد، قاعدين نعمل بجرد. البنيه الاساسيه في المعاهد تدهورت بشكل كبير وما عادش نواصل. نعم، نتمنى يتم التسريع في هذه الاجراءات. ايضا مشكله اخر قاعدين تشوفوا عندنا برامج طموح وهو الاكله المدرسيه. نعم، لا ياكلوا في ظروف. نعم، غير صحيه. في 10 ثواني، الاضراب المقرر يوم 17 و18 فيفري. شوف، انا جيت وزاره التربيه وفيها برشا اضرابات، قيد اضراب دوري للمديرين، قيد اضرابات. شوف، احنا نعتبر ان تسيير المؤسسه هو شراكه بين وزاره التربيه والاتحاد العام لتنسيق الشغل وكل المجتمع. يعني سيكون هناك اضراب يوم 17 و18 ام لا؟ ان شاء الله لا، احنا عندنا اجتماع مع النقابات وان شاء الله نتوصلوا لحلول بالتشاور ديما نوصلوا لحلول. احنا في الاضرابات السابقه وصلنا لحلول، ان شاء الله غدوه نوصلوا لحلول. نعم، شكرا لك سيد نجيب جلول وزير التربيه على حضوركم معنا في الاستوديو. شكرا.